متابعي طقس العرب في الأردن، أسعد الله مساءكم بكل خير، كل عام وأنتم بخير. نبدأ نشرتنا كالعادة بتوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال هذه الليلة، حيث يسود الطقس غالبا صافي مع 11 درجة مئوية، الملموس 10 درجات، نسب رطوبة عالية 87%، أما الرياح تكون معتدلة السرعة. انتقل الآن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة اليوم غد بإذن الله في باقي مناطق المملكة. نبدأ شمالا، طقس غائم جزئي في إربد، ارتفاع قليل على درجات الحرارة 24 إلى 12، المفرق 23 إلى 14، جرش 22 إلى 11، أما عجلون 21 إلى 9. بالانتقال للتوقعات الجوية للمنطقة الوسطى، مأدبة تفرق لبعض الغيوم 23 إلى 13، البحر الميت 30 إلى 21، عمان 21 إلى 13، الزرقاء 24 إلى 14، والبلقاء 24 إلى 14 أيضا. بالنسبة للمنطقة الجنوبية، الكرك 19 إلى 12، الطفيلة 21 إلى 14، معان 23 إلى 13، الشبك 18 إلى 14، والعقبة 28 إلى 22. أما بالنسبة للمنطقة الشرقية، رويشد 27 إلى 15، صفاوي 26 إلى 14، والأزرق 27 إلى 15. إلى اللقاء.